السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني الابتدائي مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برب. اليوم هناخد درس استعمال مسطرة السنتيمترات. زي المسطرة هي المسطرة مسطرة السنتيمترات. عايزين نقيس الحاجة بالمسطرة. خلي بالك المسطرة فيها واحد اتنين تلاتة، ده سنتي سنتيمتر سنتيمتر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، على حسب طول المسطرة مكتوب عليها. يعني كده عايزين نقيس ده؟ نقيس كده بالمسطرة. يعني طول المشبك يساوي خمسة سنتيمتر تقريبا. المشبك ده طوله خمسة سنتيمتر تقريبا. الأشياء الموضحة صورها وأقدر طول كل منها ثم أجد قياسه بالسنتيمتر. يعني مثلا ده عايزين نقيسه هيبقى في حدود كام؟ يعني مثلا هنقول ايه؟ 18 سنتي تقريبا. لو قسناه بالمسطرة هيطلع 19 سنتي. ماشي. طيب ده اقل من ده يبقى 17 سنتي. يبقى كده عرفنا ازاي نقيس بالمسطرة. الأشياء في غرفة الصف تكون أطولها سنتيمتر واحد تقريبا. زي ايه مثلا؟ المباراة برضو صغيرة سنتيمتر، في حدود سنتيمتر. المكعب سنتيمتر. يلا عايزين نقيس الكتاب. هنقيس الكتاب. شوف كم سنتي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر، يبقى اتناشر سنتي. وهنا الاسطوانة عشرة سنتي. يبقى بنستخدم المسطرة في القياس. يلا عايزين نقيس ده. يلا 21 سنتي. ممكن نقول 20 سنتي تقريبا. 20 سنتي تقريبا. نقيس دي 18 سنتي. أقيس طول أثر قدم الطائر بالسنتيمتر. يلا هنقيسه بالسنتيمتر. خلي بالك شوف كده، هنا 20 لحد هنا 20 وعشرة تاني، يبقى 30. 30 بالمسطرة. 30 سنتيمتر بالمسطرة. طب بالمشبك، احنا قلنا المشبك 5 سنتي، يبقى كم مشبك؟ 6 مشابك. وكده يبقى خلصنا الدرس بتاعنا اللي هو القياس بالمسطرة. والوقت نراجع الدرس ده كويس، نراجع الدرس ده كويس، واي استفسار او اي حاجة في الدرس مش فاهمينها احنا على منصة مجمع مدارس جيل المستقبل الاهلية برانيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.